الطبس ديالي، ها ليك القهوه ديالي. هي من البحرين. شوفوا لها عندهم واحد العيون بزاف شابين. ايه شي زعما كيف الكريم. السلام عليكم ليكي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم رانا رايحين لواحد البلاصه بزاف شابه. كي تشوفها للمره الاولى تحسب باللي راك في البوليده. رانا رايحين طريق تاع شريعه، لكن هي لا. رحنا ليكيب، وصلنا للبلاصه باش نركبو في الكيبل كار اللي هي تيليفيريك كما نسموها حنايا في الجزائر، تيليفيريك. انا جيت مع صاحبي صوبانان، دوك صوبانان يروح يسقسي على البري برايس. دركا انا شرينا تيكت وما فيهاش، قال لك لازم لاكارت دونديتي تبروفي لهم بلي انت نيبالي ولا ما كاش. سينو تخلص 22 دولار، خلصنا تيكي خلصتو 22 دولار الي روتور على كل حال. بصح هما اللي هم يخلصوه وقال 13 دولار الي روتور، ماشي كاع كيما حنايا. حنايا راح يجوز لنا التيكيات هنايا مع لاجون بعدا نجوزو. المهم كما سمعتوا رانا طالعين في تيليفيريك. تيليفيريك هذه جايه في النيبال، النيبال اللي جايه بين الهند والصين. بلاصه بزاف شابه اللي رانا رايحين ليها، تبعوا معنا حتى الاخر. شوفوا معايا ليكيب، المنظر هذا خرافي خرافي بزاف بزاف. تحسب راك صح في جنة، يعني بزاف عندهم أماكن بزاف شابة. لهنا رانا طالعين للجبل الفوق ونزيدو نوريولكم أكثر وأكثر. شوفوا معنا السحاب اللي هنايا ما نحكي لكمش، بزاف روعة. شوفوا ليكيب اللي هنايا عندهم الحوانات يبيعوا يبيعوا صوالح كدايا. هيا هنا رانا وصلنا. شوفوا لي السحاب كفارة. حنايا قال لك أي أجنبي خلص 22 دولار، ما يخلصش 14 كيما هما. المهم بلاصه بزاف شابه عند السحاب ديريكت هما. ودوك تزيدوا تشوفوا معايا البلاصه مليح مليح، زيدوا نطلعوا نشوفوا الفوقه واش كان واش ما كانش. شوفوا هنا يا دراري دايرين لهم وين يلعبوا، كاين مجالي مليح وكاين مجالي منا. تلعب الله ناس صحابي يمشي قدامك، الشجره هذه شحال شابه، ناس تستمتع بوقتهم. دايرين لهم يعني اماكن ترفيه، مع العلم انه بلاد فقيره بصح دايرين لهم اماكن ترفيه. وشوفوا تالمو شغل مقدرين الشعب ديالهم، دايرين لهم سعر تاعهم وسعر تاع الاجنبي وحده. هذا وليد صوبانان هاي يستمتع، ها هاي يلعب بيبي الله هايلة. زحليقة وقال انا دوك نطلع. يس بيبي مي اي تيستي، وقال له هادي يطلع يزحلق معاهم. شوفوا هادي دايرينها فور فري، تطلع زعما في الحيط هدايا ودير هادوك لي كروشي، عندك الكاسك يديروا الكاسك وتربط لك روشي وتطلع تطلع 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 حتى الفوق. قول له هنايا هذه هي جعلوله، وشنو طل ديريكتومون ليها على السحاب. اي شوفوا كيف ندخلها بنص كارطه مشمخه. هنايا تعرفت على واحد البحرينيه وجوزت معاها نهار بزاف شباب. من وين اختي؟ انا من البحرين. انت الجزائر؟ الجزائر. يس بس تجربها؟ حاليا راح نجربوها. نايس اكسبيرينس. انا التقيت مع يعني احد العربيات، هي من البحرين، ويعني كانت عندها تيكت وكانت راح تشاركها مع شخص هون يعمل هون، بس قالت لي لو كانت تشاركها معي يكون افضل.
بس هي ما أرادت تبين وجهها، لذلك عملت الفيديو وحدي. يلا وهنا يا كنت عندها التيكت وقالت لي لا راح تجربها، قلت لها أنا ما عندي تيكت، قالت لي أنا عندي أوريدي، إذا حبيت تجربها معايا يعني أحد العمال كان حيطلع معاها، ولكن أنت عربي ويعني أنت جزائري فاعتبرها كهدية مني لك، ويعني جربتها معاها وشوفوا يعني بزاف 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 إكسبيرينس شابة. كان اللي خافوا، كان اللي يقول لك أنا خوفتنا بهذه العفسة، ولكن أنا استمتعت بها. يعني الأرجوحة هذه تحس روحك حتخرج من الجهة المليح، تخرج للجبل ديركت يومه، بزاف شابة شوفوا معايا الإكسبيرينس. احنا كملنا من الجالولة هذيك وشوفوا الشتاء انطلقت، شتاء غزيرة. وهنا تاني البحرينية يعني دعاتني، قالت لي لو كان تقبل دعوة انك تروح تبات ليلة في الهوتيل، لانه هي كان الفول تاعها اليوم باش تروح، وقالت لي يعني ندعيك تروح تبات ليلة لتم وتستمتع بها، فقبلت الدعوة بطبيعة الحال ورحت واستمتعت وراح تشوفوا من بعد. ومانيش فاهم شنو اكزاكتلي هادي، مشعلين الشموع هنا يا شوفوا، يعطيو له الدراهم. اوكي ودير لهم واحد الطابع هكذايا، كاين البقره هذيك من هنا. اكسكوز مي اي دون نو. اوكي شوفوا هما يطلعوا بلحفه وانا طلعت بالصباطه ديالي، دخلت صدمت لهم هما تما عندهم الرب تاعهم، دخلت انايا بالصباط. ايوا شوفوا هذا يا راهو يشهد، هذا هو يشهد، هذا يرنا الشاهد اللي هنايا. ايا زيدوا شوفوا اللي هنا عندهم واحد العيون بزاف شابين، عندهم عيون روعه والله غير روعه. شوفوا شوفوا كفاره بالشتاء بصح روعه والله يا روعه. ورانا في السحاب يعني السحاب راهو يتمشون هنايا، هذا قاع على جالكم. المهم ديروا لنا اشتراك في القناه وبارطاجيو الفيديو مع ناس اخرين، ان شاء الله تستمتعوا اليوم راح نتعكم ان شاء الله بهذا الفيديو. هذا غيم وسحاب وجو ماطر جذاب، يشرح صدر مضاق صدره وباله، يا الله تديم الغيث يا رب الارباب، يوم عبدك بالمطر زان حاله. يا الله يا رب السحاب المنشر، انك من الوافين لا تخلي يدي، وان شفت لي حي مرضهم تفشى سكت الخطا واخترت عن حيهم حي، اللي تغدى بالحيل ما تعشى والطب يبدأ بالعسل واخرها كي النار يمكن من شرارة توشى، وأنا بشر وصادف السمح والعي أحيان أمشي شي ما ينتمشى، وأحيان لا والله ما مشي ولا شيء. يريح وحده، لو كان يجازا ما كاش بقعه ولا منطقه فارغه ما فيها حتى واحد يروح يريح فيها، باش غير ما يسمعش الهضره، باش ما يسمعش هذيك الهرشه تاع الناس كامل. واحد يحوس على صوالحه، واحد ما على بالوش انا يعيط له، واحد قضيه صالحه راك فاهم، شغل الانسان ماشي فاريها مع روحه ويزيدوا له الناس، ماذا به يريح وحده؟ الوحده هذه نعمه. شوف المنظر هذا شحال شبه، احنا بعد ما كملنا من الكيبل كار خرجنا بينهم دركا شعلوهم، هادا وين شعلوهم؟ صباح الخير ليكيب، شوفوا الفيو شحال شابة، انا نستناو في شروق الشمس بصح ما حبش تشرق، على باليش علاش اليوم الحال راه مغيم بالك ما راهش تشرق اليوم باسكو الشتاء. المهم رانا في قلب كاتماندو، رانا في اوتيل ميلا،
يعني بعد ما شفتوا كما لعبنا هذيك الجعلولة هذيك، بعدها ما تلاقيت بهذيك البحرينية كما قلت لكم، دعاتني قالت لي دات قبل الدعوة باش جوز ليلة في هذا الهوتيل، هذا الهوتيل ميلا. هاي ليك الفيوز من هنايا، هنا الخرجة تاعو الدخلة، يعني روعة ما شاء الله، الهوتيل بزاف شباب. انا باش نقول لكم، انا راني نستمتع متعة والله، صح متعة. بون كما قلت لكم البحرينية هذيك دعاتني، بون بعد ما لعبت معها في الجعلولة هذيك، لعبت معها بعد ما كملنا، يعني كانت شتا، قعدنا شوية هكذا، يا قعدنا نحكيو شوية نقصرو. ايا بعد قالت لي انا عندي، قالت لي انا رايحة اليوم للبحرين، قالت لي الطيارة تاعي اليوم، قالت لي وبقى لي يعني نهار في الهوتيل اللي راني فيه، قالت لي اذا تقبل الدعوة يعني باش تروح تستمتع بالنهار هذاك. قلت لها اوكي، قالت لي خلاص مالك، دوكي روح للهوتيل نهضر معاهم ينظفوا لك الغرفة ونرجعها باسمك وصاي. ونسيت تاني ما قلت لكمش، في الهوتيل عندي بريكفاست مجاني، يعني دوك الصباح دوك نروحوا لللانش ناخدو يعني نص قهوة، وكاين بريكفاست مجاني. هي قالت لي نوض الصباح باش تشوف الفيوز تاع شروق الشمس، مي كيما راكم تشوفوا الحال راه مغيم، صبت الشتاء في الليل، يعني الفيوز هذيك ما كاش. شوفوا ليكيب الهوتيل كيف داير، عندنا الكارطه ديالنا، ندخلو فوالا. هاوليك بعد ما كملنا راني درت لكم التصوير وانا خارجين درك. على كل حال شوفوا الاطلاله منا، خساره اليوم ما شرقتش الشمس، خساره. لا شومبر تاعنا 601، هنايا الضو يشعل في الليل، يشعل وحده. عندك لاسانسور، حنا رانا في سيزيام ايطاج، دوك نهبطو للتحت، نهبطو للونج نزيد نصور لكم في اللونج. شوفوا هاد الزربية هادي يعني دايرينها شابة. ولي كيف انا شغل فريمون بون لهنا، هادايا غراتوية، غراتوية داخل في الشومبرا. شوفوا فريمون شغل تلفتلي واش ناكل، ديت غير فاكيا، حبة كرواسون، شوية معجون، شوية زبدة، درت قهوة. بون لهنا عندك لي بانكيكس، عندك كيف لهنا لي بانكيكس، عندك بزاف بزاف صوالح. وشنو انا مانيش حاب، عندك لهنا تاني لحام، عندك بزاف صوالح. انا مانيش حاب ناكل هادوما كامل باش ما نفسدش، ديت غير قيسي. بون شوفوا القاعدة كيفاش، قاعدة فريمون ما شاء الله. هاوليك انا الطبسي ديالي، هاوليك القهوة ديالي، اي فوالا. نريحو لهنايا نشربو القهوة ديالنا، قلت لكم ديت غير قيس، ما حبيتش نفسد باسكو عبالي بلي كباب ما نكملهمش. شوفوا هاد البومبو شحال شباب، بزاف شباب، هاي روعة، منظر ما نحكي لكم، سيرتو مع الماء هدايا بزاف شباب. ليكيب ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ما تبخلوش علينا باشتراك في القناة وشاركوا الفيديو مع ناس حد اخرين، وان شاء الله نلتقيو في فيديو جديد ان شاء الله. شكرا لكم، مع السلامة.